صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة الاثنين 24 يناير 2022. صباح الخير يا بسم. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيتفرجوا علينا. كل سنة وكل رجال وأبطال الشرطة بخير بمناسبة عيد الشرطة 70. 70 عام ولسه البطولات والتضحيات مستمرة. 70 عام وبنحضر كل يوم يعني شهيد، بنشوف شهيد، بنشوف شهداء، بنشوف تضحيات من الداخلية المصرية. 1952 كان عام حزين علينا لأنه شهدت الشرطة المصرية سقوط أكثر من 56 شرطي مصري وأكثر من 80 جريح. في الحقيقة من هنا ابتدى العيد، وما كانوا بيدافعوا عن محافظة أو مبنى محافظة الإسماعيلية، سقط العديد من رجال الشرطة دفاعا عن المحافظة. وفي الحقيقة لغاية النهاردة احنا بنشوف بطولات كبيرة جدا من رجال الشرطة. 7 سنين عدت وفاتت وشفنا فيها كمان يعني العديد من البطولات من رجالنا. النهاردة أو امبارح في الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل بعيد الشرطة، شفنا أسر الشهداء. فالحقيقة النهاردة احنا موجودين عشان نوجه لهم تحية كبيرة جدا لأسر الشهداء، لما قدموه من تضحيات من أسرهم. في الحقيقة يعني في الحقيقة يا أحمد احنا مهما قلنا مش هنقدر ان احنا نوصل تحياتنا لرجال الشرطة المصرية اللي النهاردة بيقدموا العديد من حتى غير التضحيات، كمان هم النهاردة بيقدموا خدمات عديدة للمواطن المصري. النهاردة احنا بنشوفهم. 25 يناير زي ما قلت يا بسنت، 25 يناير 1952 هو تاريخ فاصل في يعني حياة مصر والمصريين. النهاردة 70 سنة على عيد الشرطة المصرية، وفي عيد الشرطة المصرية بنوجه 100 مليون تحية باسم كل مواطن في شعب مصر. تحية لمصطفى رفعت أيقونة الصمود في معركة الإسماعيلية، تحية كمان لكل اللي ضحوا بأرواحهم وتركوا أحبائهم علشان تبقى مصر أمنة ومطمئنة ومستقرة، تحية شكر وتقدير وعرفان لرجالة تجردت نفوسها من حب الذات وشالوا أرواحهم على أيديهم علشان يقدموها لأجل وطن غالي. 70 سنة على معركة الإسماعيلية، 70 سنة من الوفاء والإخلاص. دايما في احتفالات الشرطة بيكون الكلام عن الإنجازات الكتيرة والتضحيات زي ما قالت بسنت اللي قدموها الشرطة المصرية علشان نعيش في أمن واستقرار. خلال الفترة الأخيرة تحديدا كان في كلام كتير عن الأداء الأمني، عن مكافحة الإرهاب، وده جهد كبير ونتائجه باينة وملموسة وظاهرة في الشارع، وحالة الاستقرار اللي موجودة دلوقتي السبب فيها كل التضحيات اللي قدمها الشرطة أو اللي قدمتها الشرطة المصرية وكمان بالتأكيد الجيش المصري. لكن احنا حابين نتكلم عن حاجة تانية مهمة قوي النهاردة، وهي الاستراتيجية الجديدة اللي بتتبعها وزارة الداخلية دلوقتي علشان تواكب الجمهورية الجديدة. في الجمهورية الجديدة بنلاقي فيه اهتمام كبير بتحديث معظم الإدارات والمصالح الشرطية اللي بتتعامل مع المواطنين، وده بيتسق مع الاستراتيجية الوطنية اللي أعلنتها مصر لحقوق الإنسان. دلوقتي بقى فيه رقمنة لعدد كبير من الخدمات اللي بتقدمها وزارة الداخلية، ده غير استحداث أقسام شرطة جديدة علشان تخدم التجمعات العمرانية الجديدة والمناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية.
كمان لو رحنا بصينا هنلاقي في بعد إنساني، في مبادرات بتقوم بيها وزارة الداخلية زي مثلا مبادرة كلنا واحد اللي اتعمل منها لحد دلوقتي 21 مرحلة وبتوفر سلع وخدمات غذائية لكل المواطنين بأسعار يعني أقل بكتير عن الأسعار اللي موجودة في الأسواق المصرية. في كل المناسبة، في كل المناسبات اللي بتحصل في كل المحافظات في كل ربوع مصر في تواجد شرطي، في حالة من الأمن، في حالة من الاستقرار، ولازم نكون يعني عندنا نوع من الصراحة والشفافية، لأن لولا الأمن والاستقرار اللي احنا بنعيش فيه النهاردة ده ما كانش هيحصل غير بجهود ضباط وعساكر وزارة الداخلية المصرية. قواتنا المسلحة على الحدود بتحمينا، وقوات الداخلية في الشارع بتحمينا. النهاردة لو بنتكلم عن استثمارات هنتكلم عن الأمن والأمان اللي بتوفره لنا الداخلية النهاردة، لو احنا قادرين نروح من مكان لمكان وتوفير سبل طبعا الأمان لنا كمواطنين. وزي ما انت يا أحمد اتكلمت عن الرقمنة، النهاردة ما حدش هيقدر يخالف أو يعمل أي مخالفة في الشوارع بسبب وجود الكاميرات الكتيرة. صحيح. اللي موجودة في كل مكان. يمكن كمان في محور مهم انت اتكلمت عنه، هو محور استراتيجية الداخلية او الاهتمام بحقوق الانسان. يمكن وزارة الداخلية هي اول وزارة بتطبق على ارض الواقع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واللي اعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الاخيرة. شفنا ده من خلال اغلاق 15 سجن عمومي واستبدالهم بمراكز اصلاح وتأهيل. شفنا ده في وادي نطرون وشفناه في بدر. الحقيقة المراكز دي مهمة جدا لانها بتعيد تأهيل تاني هؤلاء المواطنين عشان لما يخرجوا تاني من هذه او من السجون او خلينا نقول عليها مراكز تأهيل يقدروا يكونوا عضو فعال في المجتمع. يعني النهاردة كمان هم بيقدروا يعملوا حتى يا أحمد فلوس في السجون دي، يعني هم بيقوموا بمهام تعلمهم حرف يعملوا بيها حتى أوتيومهم زي ما بيقولوا، بتقدم فيها دعم نفسي واجتماعي وكمان اقتصادي للنزلاء عشان زي ما قلت لحضرتكم لما ينهوا فترة العقوبة يقدروا يكونوا مواطنين صالحين عندهم حرفة أو مهنة يقدروا بيها أنهم يبدأوا حياتهم من جديد ويندمجوا في المجتمع. في الحقيقة يا أحمد إحنا مهما قلنا عن دور وزارة الداخلية في المجتمع المصري مش هنقدر نوفيهم، لأنه النهاردة إحنا بنتكلم عن هم في الحقيقة هم أهالينا. يعني كل حد فينا عنده في بيته حد قريب لي داخل وزارة الخارجية أو حتى في القوات المسلحة، هم نسيج من يعني نسيج من الوطن، نسيج يعني من جزء الوطن أساسي مواطنين. زي ما أنت بتأكدي وبتقولي وزارة الداخلية تحديدا هي جزء لا يتجزأ من أي بيت في مصر. زي ما تقولي هيبقى ممكن والدك، ممكن يكون أخوك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون حد من عيلتك، فهو شعب مصر. علشان كده مفيش تفرقة، ما نقدرش نقول اللي هم بعيد عنا لأن هم دايما حاسين بينا. وزي ما قلنا وبنرجع تاني نأكد أن النهاردة الاستقرار اللي حصل، ويمكن ده اللي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة المصرية، قال ان السبع سنين اللي فاتت شهدت تضحيات كبيره جدا من يعني رجال الجيش ورجال الشرطه علشان يحصل الامن والاستقرار. النهارده بنأكد تاني وبنوجه تحيه لكل يعني فرد من افراد وزاره الداخليه، لكل ضابط من ضباط وزاره الداخليه، علشان الامن والامان اللي احنا موجودين فيه النهارده هو سبب رئيسي فيه كل عنصر من عناصر وزارة الداخلية. صباح الخير على حضراتكم، صباح الأمن، صباح الاستقرار. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. وخلونا قبل ما نبتدي فقراتنا نصبح على زميلتنا في الاستوديو منا ونعرف منها أخبار الطقس. صباح الخير يا منا. صباح الفل يا فسنت. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير. أهلا بيكي منا. يعني قولنا بقى احنا بردانين قوي قوي، درجة الحرارة واحنا جايين الصبح كانت 8 تقريبا. حي. فاحكي لنا كده بقية اليوم ايه الأخبار؟ بصي يعني توتر في العلاقات ما بيني وما بينك، البرد هيبقى مكمل شويه معانا بس ده متوقع وده حاجه ظريفه. يعني الثمانيه دي قاعده معانا شويه اليوم، شويه قاعدين شويه كتير. يعني احنا في شهر طوبه وقلنا قبل كده ان شهر طوبه بيخلينا دايما حاسين بالبرد، فاحنا يعني نقدر نقول ان احنا في نص طوبه، قدامنا لسه يمكن اسبوعين كمان في البرد الشديد ده وبعدها الامور تبقى افضل بكتير. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جوله سريعه في احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، ده غير
النهارده في فرص امطار خفيفه لمتوسطه على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري. كمان هنلاقي امطار خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى. كمان درجه الحراره النهارده ممكن تكون 15 درجه في القاهره، اعلى درجه حراره هتكون في شلاتين 24 درجه، واقل درجه حراره هتكون في كاترين 10 درجات. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل. خلينا على طول نرجع لاحمد والفسنت نبتدي معاهم فقراتنا واخبارنا. اتفضل يا احمد واتفضل يا فسنت. شكرا ليكي منى الشرقاوي، اكيد بالتاكيد يعني هنتابع معاكي كل ما هو جديد في الطقس تحديدا. شكرا يا منى. شكرا. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا كالعاده نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي اهمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفاليه وزاره الداخليه بعيد الشرطه ال70، واكد سيادته على ان الجيش والشرطه الحصن المنيع لحمايه الوطن من كل شر، وان مصر لن تنسى ابدا ما قدمه الشهداء واسرهم من او للوطن. وقال كمان ان ما تحقق على الصعيد الاقتصادي والامني خطوه على طريق المستقبل. وكرم السيد الرئيس اسر الشهداء وضباط الداخليه، واصدر عفو رئاسي بمناسبه الاحتفال بعيد الشرطه وثوره 25 يناير. وايه تاني يا احمد؟ معنا اخبار تانيه يا بسنت بالتاكيد، يمكن اهمها ان القوات المسلحه انتهت من مشروع هويه اسوان 2022. كمان رئيس الوزراء تابع اجراءات تنفيذ استراتيجيه اداره مياه الامطار بالاسكندريه، وكمان تابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض كمان تقرير بشان المحاور والطرق الرئيسيه المنفذه بالمدن الجديده. عندنا كمان نفي للحكومه بوقف برنامج التحويلات النقديه تكافل وكرامه خلال يناير الجاري. والبدايه معاك يا بسام. شكرا لك يا احمد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح احتفاليه وزاره الداخليه بعيد الشرطه ال70، وفور وصوله لاكاديميه الشرطه وضع سيادته اكليل من الزهور على النصب التذكاري، وكمان التقط صوره تذكاريه مع اعضاء للمجلس الاعلى للشرطه. كمان ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة امبارح، وده في الاحتفالية الخاصة بعيد الشرطة رقم 70. قال إن رجال الشرطة ليهم دور كبير في حفظ أمن واستقرار الوطن، وأكد على إن أرض مصر الطيبة بتفيض بالخير وبتجيب رجالة بيدركوا جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن. وإنني من موقع المسؤولية أثمن دورهم الوطني جنبا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، والذين يمثلون معاً الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر. تحية لهم جميعاً على بطولاتهم وتضحياتهم، والتي لولاها ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة التي ننشدها لشعبها. وتحية أيضاً مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس. ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء، ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا. كمان السيد الرئيس قال ان الانجاز اللي تم في دحر الارهاب كان ثمنه كبير قوي، اندفع خلال ال7 سنين اللي فاتوا عشان نقدر نوصل للمرحله اللي احنا فيها حاليا من الامن والاستقرار. ووجه سيادته التحيه لاسر شهداء الشرطه، وقال لا ننسى ابدا ما قدمه الشهداء واسرهم للوطن. احنا صحيح الانجاز اللي تم فيما يخص دحر الارهاب كان إنجاز كبير قوي، وكمان كان ثمنه كبير قوي. وعشان كده اسمحوا لي أقول لكم إن إحنا دايماً محتاجين مش بس يعني نحيي ونتذكر أبنائنا
الذين قدموا والذين أصيبوا أيضا في هذه المعركة من أبناء الوطن، من كل أبناء الوطن. وأنا لما بتكلم في النقطة دي وبحاول أن أنا أستدعيها مش كفكرة نقولها في خطاب، لا، كتمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها، أرجو أن احنا كلنا كمصريين ومصريات كمان ما ننساش أبدا أن في تمن كبير قوي الدفع خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان نصل إلى هذه المرحلة. فاسمحوا لي مرة تانية وتالتة أن احنا نوجه التحية والتقدير والاحترام وعايز أقول للأسر، الأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب، احنا مش هننسى ابدا ابدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بابنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. والنسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل ابنائكم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بان احنا هيكون ثمن هذه الشهاده وهذه التضحيه هو بناء مصر القوية الجديدة. هو ده اللي أنا بس عايز أأكده معاكم عشان تبقوا عارفين إن التمن اللي الدفع ده هو تمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه إن هو تمن لبلد فيها 100 مليون، ال100 مليون دول يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام واستقرار وتقدم. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبه الذكرى 70 لعيد الشرطه اشاد بجهود الاطقم الطبيه والتضحيه اللي قدموها في مواجهه فيروس كورونا والحفاظ على صحه المصريين. ونحن نواجه المحن والازمات التي تعترض طريقنا، ومن هذه الازمات تاتي جائحه فيروس كورونا التي تجتاح العالم كله. وما من مناسبه نلتقي فيها الا وانا اكرر شكري باسم المصريين جميعا إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين. واسمحوا لي نحن أيضا نوجه لهم التحية في هذه المناسبة. وأنا برضو مش ممكن أنسى أن أنا أوجه كل التحية وكل الشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى اللي هو كان له الفضل الأكبر علينا في أن حتى في ظل هذه الجائحة كانت يعني تأثيرها في أتصور في أضيق وفي أقل ما يمكن يعني. فلك الشكر والحمد يا رب، لك الشكر والحمد يا رب. كما لا يفوتني اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 من يناير والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. كمان السيد الرئيس خلال كلمته قال أن الطريق لسه قدامنا طويل وأن اللي اتحقق على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق المستقبل اللي بنسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة اللي بتحافظ على كرامة المواطن المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. شعب مصر الأبي، إن الطريق ما زال أمامنا طويلا، وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. ولعلكم تتابعون ما يحدث من خلال مبادرة حياة كريمة التي تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة، ولكن هذا الطريق لن يكون ممهداً دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري. وقدر مصر
أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلاً بالأمس أصبح ممكناً لليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمراً قابلاً للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين. هذا هو عهدنا وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها أبدا، مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات، ودائما وأبدا وأخيرا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر دايما بتضحيات ولادها، علشان كده امبارح كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اسماء شهداء الشرطه، وكمان منح عدد من اعضاء هيئه الشرطه انواط الامتياز، وده تقديرا لعطائهم واخلاصهم. السيد رئيس الجمهورية على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار أوسمة الجمهورية والاستحقاق. أولاً، وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، اسم الشهيد عقيد أحمد جابر أحمد نصار، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة زينب علي سليم الشافعي. اسم الشهيد مقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبدو، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة سلافة إمام إبراهيم. ثانياً، وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة، اسم الشهيد مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة فتحية السيد سالم. اسم الشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر، يتسلم الوسام والد الشهيد السيد الحاج إبراهيم أبو ناصر. تكريم الضباط.
يتفضل السيد الرئيس بمنح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديراً لعطائهم وإخلاصهم. أولاً نوط الامتياز من الطبقة الأولى لواء ياسر عز الدين محمد قطاع الأمن الوطني. عميد علاء محمد عزيز عبد العال مديرية أمن شمال سيناء. عميد تامر توحيد إبراهيم سرحان الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية. عميد محمد علي عبد العليم إبراهيم قطاع الأمن المركزي. عميد محمد مصطفى أحمد قطاع الأمن العام. ثانياً نوط الامتياز من الطبقة الثالثة رائد الشيماء صبري محمود حسبو الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي. نقيب ندى حسام عامر زاهر أكاديمية الشرطة. امبارح كمان أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بالعفو عن باقي العقوبة، وده لبعض المحكوم عليهم، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير. القرار تضمن تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار. القوات المسلحة المصرية أعلنت امبارح أنها انتهت من مشروع هوية أسوان البصرية 2022 بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس خلال زيارته لأسوان في إطار أسبوع الصعيد. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين. بقينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد. وصلنا هنا من سابع جد، أسواني أنا مش أي حد. أسواني أنا مش أي حد. أسواني أنا مش أي حد. أسوان
بلاد الذهب، تاريخها يعبر عنها وحاضرها مليء بالإنجازات، هويتها مصرية، تقاليدها عريقة، طموحنا أن يظل لها مكانة عظيمة بين كل بلاد العالم وفي قلب كل زائريها. فكان لزاماً علينا أن تكون لها هوية بصرية تظل راسخة في عقل ووجدان كل من يتواجد على أرضها. هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان يخلصوا لي الموضوع لو قدرنا قبل يوم 15 هنبقى كلنا فرحانين. شكرا جزيلا. وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة متمثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة أسوان وطلبة الجامعة الألمانية وبعض من طلاب المدارس الزخرفية وطلبة كلية الآثار بتنفيذ هوية بصرية لمحافظة أسوان. وتبدأ من مطار أسوان أول مكان يراه الزائرون يتجلى في أبهى صوره بلوحات تعكس حضارة وعراقة هذه الأرض الطيبة. بلدنا جمالها سيرة على كل لسان، تزورها مرة ترجع لها كمان وكمان، ملكة صمرة متوجة في أي زمان، ملكة صمرة متوجة في أي زمان. ثم محطة قطار سكة حديد أسوان. والميادين العامة والجداريات التي تزين شوارع المدينة، مرورا بالسوق التجاري وبعض المعالم السياحية والمراكب النيلية والسيارات التي تحمل طابعا يعبر عن أصالة هذه المحافظة ذات الإطلالة الساحرة، وكذلك مدينة غرب سهيل ذات الطابع التاريخي الفريد. إنها وبحق إطلالة ساحرة لمدينة تضرب بجذورها في عمق التاريخ.
الحقيقة يعني مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان هو كان يعني هدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسوان، وعد بيها في أسبوع الصعيد اللي كان تقريبا من 3 أو 4 أسابيع فاتوا. هنا بنتكلم على سرعة التنفيذ، لأن في أقل من 4 أسابيع كان تم الانتهاء من المشروع بالكامل، ووضع الهوية البصرية اللي قدمها طلبة الجامعة الألمانية في كل يعني شبر من محافظة أسوان علشان خاطر يأكد على البصمة والسمة الرئيسية اللي بتتمتع بها محافظة أسوان. وكلنا عارفين أن محافظة أسوان يعني محافظة يمكن اللي دايما بيميزها غير الآثار فكرة الألوان، الألوان اللي بتدي النوع من أنواع البهجة. وكان من المفترض أن هو يتم تسليمه زي ما سمعنا في التقرير يوم 15 يناير كسرعة تنفيذ، علشان يكون هدية في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، العيد اللي بيتزامن مع ذكرى الانتهاء من أعمال بناء السد العالي 1971. طيب نروح لمجلس الوزراء. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع امبارح تابع فيه إجراءات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، وده في محافظة الأسكندرية. وكلف الدكتور مدبولي بسرعة التعامل بحلول عاجلة مع المناطق اللي بتتعرض لبعض المشكلات بسبب موجات الطقس السيئة خلال الفترة الماضية، مع مراعاة أن المشروعات الجديدة تكون فيها شبكة صرف مياه للأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي. كملين كمان في أخبار مجلس الوزراء. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات أو مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال رئيس الوزراء أن في اهتمام كبير من جانب سيادة الرئيس بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتشجيع الاستثمار فيها عشان تكون منصة جاذبة للعديد من الاستثمارات والصناعات على المستوى الإقليمي والدولي. حرب الشائعات والمعلومات الخاطئة اللي بتردد دايما على مواقع التواصل الإخباري ما بتخلص، علشان كده امبارح كان في نفي من مجلس الوزراء بخصوص التحويلات النقدية تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري. المركز تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي اللي بدورها أعلنت عن فكرة أن التحويلات دي أو الأخبار دي عارية تماما من الصحة، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وفي انتظام في صرف معاشات تكافل وكرامة لكل المستفيدين بشكل طبيعي. كمان الدكتور مصطفى مدبولي استعرض امبارح تقرير بشأن المحاور والطرق الرئيسية اللي بيتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وأكد على أن في اهتمام كبير بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق، وخاصة اللي بتخدم المواطن أو المدن الجديدة، لأنها بتساهم في فرص الاستثمار والتشغيل، وده بيخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة، النهاردة إن شاء الله جامعة الإسكندرية هتشارك في احتفالات اليوم العالمي للتعليم، وده في إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير من كل عام يوم عالمي للتعليم. النهاردة كمان هتبدأ وزارة المالية في صرف رواتب 6.5 مليون موظف بالدولة لشهر يناير 2022. النهاردة كمان هيتم قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في مدينة الغردقة، وده بسبب الصيانة الدورية للمحولات، وقطع الكهرباء هيكون في مناطق يعني مختلفة في المدينة، وهيبدأ من الساعة 9 صباحا ولحد الساعة 2 الظهر لمدة 5 ساعات. رحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا بقى دلوقتي نروح للأخبار اللي بتحصل برا مصر، بتبقى أخبار كده خفيفة ودمها خفيف وحلوة كده. وخلينا نروح لإيطاليا ونشوف مصور هناك إيطالي اسمه بايو أندريا باري، قدر إن هو ياخد صورة لمشهد حلوة قوي لبلد واخدة شكل فريد واستثنائي. الصورة دي لما تيجي كده تبص لها من السماء تلاقيها على شكل راجل ضخم وغريب وعنده كده رجلين وإيدين، عشان كده المصور كشف إن البلد دي هي جزيرة صقلية الإيطالية، وتم التقاط الصورة دي من خلال كاميرا محمولة جوه وهي الدرون، وظهرت البلد دي على شكل راجل عنده زي ما قلت لحضراتكم كده دراعات ورجلين، يعني زي ما حضراتكم شايفين على الصورة نجمة البحر، مش أنا شايفها نجمة لا البحر. أنا شايفاه راجل عنده لابس طاقية كمان، يعني أنا شايفة كده
لابس طاقية خلاص، لو لابس طاقية بتم، بس هنا بصي تحسيها مديها لا راجل جدا شوي. يعني بايدين ورجلين وبيرقص كمان دلوقتي راجل خالص. طيب تعالوا نروح من إيطاليا لروسيا، وفي فيديو يعني من الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا وحاز على مشاهدة وإعجاب كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو ده بيظهر في لحظة هروب بانيو، ايوه بانيو زي ما قلت لحضراتكم كده، من صاحبه في شارع من الشوارع الروسيه، وظهر في الفيديو البانيو وهو بيهرب من صاحبه لدرجه انه وقع اكتر من مره الراجل وهو بيجري ورا البانيو بتاعه بسبب زحلقته على التلج. حاول الراجل زي ما انتم شايفين ان هو يلحقه، لكن برضه فشل لدرجه ان كان في اولاد بيلعبوا، اطفال بيلعبوا في التلج، حاولوا يساعدوه لكن برضه ما فيش فايده، لحد ما قدر اللي هو يعني يمسك البانيو بتاعه في تقاطع من تقاطعات الشوارع هناك. خلينا نروح بقى للبنات ونشوف بيعملوا ايه. في بنت قدرت ان هي تحقق اكتر من 12 مليون مشاهده حول العالم في لقاء واحد بس من ضمن سلسله لقاءات عملتها مع مجموعه حيوانات، وده ضمن نشاط بتعمله هدفه تسليط الضوء على اهميه الحفاظ على الحياه البريه. طبعا كل يعني الصحفيين كده بيحبوا ان هم يعملوا كده لقاءات مختلفه، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشه قدرت الشابه الصغيره ان هي تحصد على تعليقات كتيره جدا بعد ما الفيديو انتشر على كل وسائل الاعلام. That's a very long answer. Thank you. Sydney, what's the best way to start a conversation? Not by biting. All right. Wesley, what's your favorite thing about being a capybara? يعني هي ترجمة لغة الأصوات بتاعت الحيوانات وحطت لها سبتايتل على إن هو دي الإجابة يعني. على إن هي دي الإجابة يعني، خلينا الحيوانات نطقت يعني. هي جميلة بصراحة واللقاءات دي ممتعة جدا يعني. تحب تعمل حاجة كده؟ لا ما أحبش طبعا. أنا أحب جدا بصراحة. خلونا نروح لفاصل سريع مشاهدينا ونرجع لكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وتعالوا نروح لمنة الشرقاوي ونعرف منها أخبار الطقس بالتفاصيل. صباح الخير يا منة مرة تانية. صباح الفل عليك يا أحمد. بسنت الجو برد وهيستمر برد لفترة يعني موجودة معانا، وكمان هيبقى في شوية مطرة، بس احنا مش بنتضايق من المطرة دي، المطرة لما بتنزل بتدفي الجو فالجو بيبقى أفضل. بس احنا هيأنا نفسنا يا منة خلاص، مش كده برضو؟ الجاكيت التقيلة ظهرت وكل حاجة تمام. انت يا منة مبسوطة الجو برد؟ أنا بحب الجو البرد أفضل بكتير من الحر والتلزيق والزحمة، يعني كده أفضل بكتير. الحمد لله. خلينا نستمتع مع بعض بالبرد. اتفضلي. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الطقس هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء في البلاد، بيوصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. النهارده كمان هيكون في نشاط رياح على مناطق مختلفه من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد على فترات متقطعه. كمان هيبقى في امطار خفيفه لمتوسطه على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعه. هنلاقي كمان امطار خفيفه على مناطق من القاهرة الكبرى. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبتدي من القاهرة بطبيعة الحال اللي العظمى فيها 15 والصغرى 7، الإسكندرية 15-7، مطروح 15-7، سيوة 14-4، بورسعيد 15-7، دمياط 15-7، الإسماعيلية 16-7، والسويس 16-7. طابة العظمى فيها 17 والصغرى 10، العريش 15-7، كاترين 10-0 بتوصل لحد التجمد، الغردقة 19-12، الفيوم 15-3، بني سويف 15-3، والمنيا 15-3.
السعيد العظمى فيها 15 والصغرى 3، سوهاج 16-5، قنا 17-5، والأقصر 19-6. أسوان الأكثر اعتدالا، في الصبح درجة الحرارة بتكون 20 وبالليل 8. الوادي الجديد 18-5، شلاتين 24-10، أما حلايب العظمى فيها 22 والصغرى 11. كده استعرضنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة. نرجع تاني لأحمد وبسنت نكمل باقي فقراتنا. تفضلي أحمد وتفضلي بسنت. شكرا لك يا منى. يعني الأرقام 3 و5 دي بالنسبة لي هنتعود بقى شوية. خير إن شاء الله. مصر قدرت إنها تعمل حالة خاصة السنة اللي فاتت في تنظيم الاحتفاليات اللي أبهرت العالم كله، سواء الموكب الملكي للمومياوات أو افتتاح طريق الكباش، ده غير منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ولسه كمان في افتتاح المتحف المصري الكبير عجوبة العالم، ده غير ان مصر دلوقتي بتستعد في كوب 27 لتنظيم اللي بتنظمه شرم الشيخ، والاستعدادات هناك كبيرة جدا وبدأت من دلوقتي، رغم ان يعني هيكون موجود مؤتمر تغير المناخ في شهر نوفمبر تقريبا. كل ده بيأكد حاجة واحدة فقط، بيأكد ان مصر يعني بتتعايش مع فيروس كورونا، قدرنا الحمد لله ان احنا نعبر، قدرنا ان احنا نكون في امن وامان، وقدرنا ان احنا ننتصر على الجائحة في ظل وقت يعني اقتصاد العالم كله فيه بينهار، لكن احنا الحمد لله بفضل يعني الاجراءات اللي عملتها الحكومة وتوفير اللقاحات قدرنا ان احنا يعني ننتصر، ولسه القادم افضل باذن الله، ولسه هنبهر العالم في عدد من الاحتفالات الكبرى. دلوقتي تعالوا نروح نشوف، نروح لمنى الشراوي مرة تانية لموجز لأهم الأنباء. تفضل يا منى. شكرا ليك أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، وأن ذلك لن يأتي إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته. وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 70 لعيد الشرطة أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، بل بمدى عقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. وخلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 70 لعيد الشرطة، كرم الرئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة، حيث صدق على منحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق. ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لاسمي الشهيدين عقيد أحمد جابر أحمد نصار والمقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبده. كما منح الرئيس السيسي وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة لاسمي الشهيدين مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز والشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر. ومنح الرئيس السيسي عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم. نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية جولة تفقدية بمحافظة الأقصر لسفراء الدول الإفريقية المعتمدين بالقاهرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية. شملت الجولة اطلاع السفراء الأفارقة على ما حققته مصر من نقلة نوعية في مجال خدمات الرعاية الصحية، خاصة بعد إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وحياة كريمة، فضلا عن تفقد السادة السفراء الأفارقة لبعض منشآت هيئة الرعاية الصحية التي تم تأهيلها وتجهيزها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي تجاه محافظة ظهران جنوب المملكة العربية السعودية. وأفاد التحالف بسقوط شظايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران، وسط تقارير أولية تفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.
وأضاف التحالف أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن، منوها بأن المنصة استخدمت فجر اليوم في إطلاق صواريخ باليستية. نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الدفاع قولها أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما قوات الحوثي باليمن، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا. وأضاف البيان أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي. قرر رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تجديد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد في كافة الجبهات، وجاء في نص القرار الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على فيسبوك أن هذا التقرير يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد واستشراقا لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1209 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 343971 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 1603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 38 حالة جديدة. نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة اتكلمنا عن الشهداء اللي قدمتهم وزارة الداخلية. 7 سنين فاتوا قدمت أسر كتيرة جدا لينا شهداء في سبيل أن الوطن ده يفضل محافظ على راسه مرفوعة، في سبيل أن أنا وحضراتكم وكل المواطنين المصريين يقدروا أن هم يكونوا في أمن وأمان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في الحقيقة كرم أسرة الشهيد المقدم أحمد نصار وتسلمت أرملته زينب الشفعي تكريم الرئيس، وهي معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا أستاذ زينب. صباح الخير يا فندم. يعني احنا مهما قلنا مهما وصلنا لك تحياتنا تحية التقدير ويعني تقدير مننا كلنا كمواطنين مصريين لما قدموا زوج حضرتك الراحل الشهيد في سبيل ان احنا النهاردة نكون موجودين وقادرين نتكلم مع حضرتك ونحتفل معاكي يمكن كمان بعيده، لان هو اكيد موجود معانا، هو في الجنة ان شاء الله. استاذ زينب يعني حابة اتكلم معاكي ونفتكر مع بعض يعني واقعة الاستشهاد. فعلا يا فندم معاكي، انا زوجتي الشهيد احمد جابر نصار. استاذة زينب معايا؟ الو ايوه معاكي يا استاذة زينب. يعني انا يعني هنفتكر مع بعض، يمكن واقعة ممكن تكوني ما بتحبيش تفتكريها، لكن احنا النهارده موجودين عشان يعني نحيي كل أسرة شهيد، وعايزين نعرف منك واقعة الاستشهاد عشان نفتكرها كلنا مع بعض. أحمد قطاع الأمن المركزي كان شغال الأول، أول ما اتخرج اشتغل في المنيا واشتغل في أسيوط واشتغل في العريش واشتغل في بلبيس، وبقاله سنتين هو ماسك قائد كتيبة الدعم في إسماعيلية. جاله أمر بيتكلف بمأمورية تبع الأمن الوطني والبحث الجنائي في إسماعيلية إن هو يجيب عناصر شديدة الخطورة، يعني طلع تبع قرية اسمها قرية البلدفة تبع اسم تاني شرطة الإسماعيلية. حصل بقى تبادل النار بينهم وحصل استشهاد. كان عنده كم سنة لما استشهد؟ 36 سنة. 36؟ ايوه. وانتوا عندكم بنت صح؟ لا عندي 3 ولاد. 3؟ عندي تلاتة. نورين وكنزي وعلي. عمرهم قد ايه؟ نورين 10 سنين وكنزي 8 سنين وعلي سنتين.
طيب استاذه زينب، عاوزين نعرف من حضرتك يعني الاول تكريم يستحق او تستحق روح الشهيد فعلا في سبيل اللي هو قدمه علشان الوطن يكون في امن وامان. عاوزين نعرف استقبلتي ازاي خبر استشهاده، وهل هو كان يعني بيتمنى الشهاده؟ كان دايما حديثه معاكي عن امنيته بالشهاده؟ احمد يعني علشان شغلته وعشان وظيفته هو كان في الدعم، هو من زمان انا بالموضوع ده الموضوع اللي فات انا حسيت بيه كتير. يعني ما كنا بنتفرج على تمثيلية الاختيار كنت بقول لاحمد يا احمد يعني انا هشوف. يعني بس نستأذن حضرتك لو توقفي في مكان الشبكه فيه تكون افضل. يعني ايوه يا فندم، احنا سامعين حضرتك بس يعني ممكن بس نروح لمكان الشبكه فيه تكون افضل. انا كده تمام، اتفضلي يا فندم. انا احمد يعني هو الشهاده من زمان، هو طالبها من زمان لان اصلا شغلته هو كده، يعني المداهمه وعلى طول اصلا في المغمريات شاف كتير. هو كان طالب الشهاده من زمان ومستشهد وهو بيتشاهد. نعم يعني استشهد وهو بيتشاهد، كان طالبها بيقول انا نفسي لو استشهد ان انا اكون الاقي حد يعني يقول لي يلقني الشهاده. نعم يلقني الشهاده. والحمد لله هو استشهد، يعني استشهد وهو بيتشاهد على وضع الشهاده الحمد لله. طب استاذه زينب، يعني طبعا انت ممكن تبقي بتحاولي على قد ما تقدري يمكن تستوعبي، ويمكن عزاكي الوحيد ان هو شهيد وانت عارفه ان هو بطل ودي حاجه انت فاهماها، لكن الاطفال يعني اولادك بتقولي لهم ايه؟ يعني لما بيسالوكي يا بابا راح فين بتقولي لهم ايه؟ مأموريه. يعني بتكلميهم ازاي عن الشهاده استشهاده؟ استاذة زينب. ايوه يا فندم، انا بقول للولاد ان بابا بطل كبير وهو حبب ابنه الصغير في كده في موضوع ان هو يدفع. هو فعلا بطل كبير وفعلا كلنا يعني في الحقيقة كلنا اهلك وكلنا يعني نتمنى نكون يعني النهارده بنقدم ولو جزء صغير من اعتزازنا وشكرنا الكبير للراحل الشهيد زوج حضرتك. واستاذه زينب احنا بنشكرك جدا على هذه المكالمه القيمه، المقدم احمد نصار في قلوبنا جميعا الى يوم الدين. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفاليه الخاصه بعيد الشرطه رقم 70 كان في عدد من ابناء شهداء الشرطه اللي اتكلموا عن ذكرياتهم مع ابائهم اللي ضحوا بارواحهم علشان البلد تفضل موجوده، تفضل في امن واستقرار. الحقيقه كانت كلماتهم مؤثره جدا، ويمكن اتاثر بيها كمان السيد الرئيس، اتاثر بكلام الاطفال اللي قالوا عن ابائهم وحكوا ذكرياتهم معاهم قبل الاستشهاد. مين فيكو أشطر في المدرسة؟ أنا. مين أسرع واحد بيجري يحكي لمامي؟ كم؟ طب مين بيجري يشتكي لماما الأول؟ هي. مين أول واحد بيصالح التاني؟ أنا. شكلك أنت الطيب كده اللي بتصالحهم كلهم، صح؟ صح؟ مصر وجنبها جملة، تقولي مصر إيه؟ مصر أحسن بلد في الدنيا. بحب مصر جداً أوي أوي أوي، كل حاجة حلوة في مصر. بحب مصر قد الدنيا دي كلها. آدي كده. طب نفسك تطلعي إيه لما تكبري؟ نفسي أطلع مهندسة. نفسي لما أكبر أغني أغاني مصر. لما أكبر بظابط أعمل لمصر حاجات كتير. نفسي لما أكبر أطلع ظابط زي بابا. ظابط زي بابا. أنت فاكر بابا؟ لا أنا مشفتوش. لا بس كان نفسي أشوفه. لا اصلا هو مات قبل ما اتولد. فاكره شويه حاجات بس مش قوي يعني. لا غلطت في بطن ماما. كان نفسي اشوفه جدا. اخر مره شفته كان عندك كام سنه؟ 30. اخر مره شفته كان عندي 6 سنين. كان عندي 3 سنين تقريبا، 4 سنين وخمس سنين كده. اخر مره شفته وهو رايح الشغل. فاكر اخر مره امتى شفت بابا؟ قبل استشهاده ب30. الشغل ان هو يطلع يجيب حق ناس وما رجعلناش تاني.
ضرب اتنين وواحد مشي وجاي من ظهره اداله رصاصه في ظهره. ان هو اتضرب عليه نار. واحنا قاعدين في البيت احنا سمعنا صوت الانفجار. انت عارف بابي مش معانا النهارده ليه يا كريم؟ عشان استشهد وراح الجنه. عشان هو الشهيد وهو بطل. انت عارفه بابا فين دلوقتي؟ فين؟ في الجنه. ايه اكتر حاجه وحشتك فيه؟ القعده معايا. بقعد كده في اوضتي واقول له بابا هو انت ليه سافرت؟ زي ان احنا نخرج مع بعض تاني و طب عايزه تقولي له ايه دلوقتي لو كان موجود؟ ان هو وحشني قوي. عايزه اقول له ان هو وحشني جدا وانا لما اشوفه طبعا هحضنه اكتر حاجه. بس يعني لو هو كان دلوقتي قاعد معاكي وبيتكلم معاكي هتقولي له ايه؟ كنت عملت ايه في المدرسه؟ ايه كمان؟ كنت بعمل ايه لما انت كنت في الشغل؟ نفسي اول ما اشوفه اقول له بحبك يا بابا. اقول له الله يرحمك يا بابا وتكون يا رب تكون مبسوط في الجنه مع ربنا. نفسي احضنه بس. تفتكر لو كان معانا النهارده كنت هتحب تقول له ايه؟ كنت هقول له حاجات كتير قوي. كنت هحمد ربنا ان هو معايا. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل ابويا شهيد دي حاجه اكيد تشرفني وليه مفرحش هي ما طلبها واتمناه وحقه ما راحش ده ربنا وعده بالجنه وليه الفخر عشان من اب ملهوش زي ابويا ما ماتش ابويا شهيد في جنته حي فضلك ساعات بتعب وببقى نفسي تحضني وبص عليا كل شوية من الجنة أنا عارفك بتسمعني متابعني ما تتأخرش في سؤالك بقى عني وليه مفرحش وليه مفرحش
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء في ذاكرتنا إلى الأبد، أحياء في ذاكرة الوطن إلى الأبد، أبطال ولاد أبطال. في الحقيقة يعني من أكثر الكلمات المؤثرة يمكن الفيديو مؤثر، كلنا تأثرنا به، بس في الحال واحد ما يقدرش يقول غير يعني حسبي الله ونعم الوكيل. في كل مواطن رفع سلاح وهدد أمن واستقرار البلد، رفع سلاح في وش أي مواطن آمن بينعم بأمن وأمان. لكل أبناء الشهداء يعني ارفعوا راسكم فوق، أنتم أبطال ولاد أبطال. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معكم الكلام في صباح الخير يا مصر. الحقيقة في كل مكان في مصر رجال الشرطة موجودين حوالينا، مش بس لحفظ الأمن والأمان، لحفظ الممتلكات الشخصية والممتلكات العامة كمان، لا ده كمان لتحقيق السيولة المرورية اللي موجودة في الطرق. علشان كده تعالوا نروح دلوقتي لزميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف منه على أحوال المرور من داخل الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا محمود، وكل سنة وكل اللي موجودين عندك بألف خير يا رب. صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير عليك يا بسنت، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور في فقرتنا المرورية اللي بنقدمها لحضراتكم للتعرف طبعا على حالة الطرق الرئيسية والمحاور سواء من خلال الإدارة العامة للمرور أو كل الإدارات. حقيقة مجهود كبير جدا بتقوم به طبعا الإدارة العامة للمرور من خلال قيادات ورجال المرور اللي بيكونوا موجودين في كل الخدمات المرورية في الشوارع والمحاور لتيسير حركة المرور والتعامل مع أي مستجدات. ويمكن بالمناسبة دي حابين ان احنا طبعا نقدم التهنئة والتحية والتقدير لكل قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية بمناسبة طبعا عيد الشرطة 70، ومن ضمنهم رجال المرور اللي الحقيقة بيقوموا بمجهودات عظيمة جدا في الشارع المصري، وكل سنة وكل المصريين دايما في أمن وأمان وسلام بفضل هذه الجهود. النهارده احنا معاكم هنتابع الحاله المروريه للشوارع والمحاور الرئيسيه من خلال الكاميرات المثبته للاداره العامه للمرور. وخليني ابدا مع حضراتكم بطريق حيوي مهم جدا وهو طريق السويس. زي ما حضراتكم شايفين طريق السويس هيكون فيه سيوله مروريه موجوده سواء الاتجاه المتجه الى السويس او القادم من السويس ومتجه طبعا الى الرحاب او الى القاهره. وهنا طبعا اللي هيكون متجه الى شارع الثوره، فهنا هيكون في سيوله مروريه موجوده في جميع الاتجاهات سواء المتجه الى السويس او القادم من السويس ومتجه الى القاهره. ايضا طريق السويس اقدر ان انا من خلال طريق السويس اتجه الى العاصمه الاداريه الجديده. هنتجه الى العاصمه الاداريه الجديده وتحديدا في بن زايد الجنوبي. بن زايد الجنوبي تحديدا امام منطقه الابراج هيكون في سيوله مروريه في الاتجاهين رغم وجود الاعمال الانشائيه الضخمه اللي بتتم في العاصمه الاداريه، فهيكون في سيوله مروريه في جميع الاتجاهات داخل منطقه بن زايد الجنوبي. من منطقه بن زايد الجنوبي الى منطقه بن زايد الشمالي هنلاقي ايضا انه في سيوله مروريه موجوده في جميع الاتجاهات، فاذا احنا بنشهد سيوله مروريه موجوده داخل العاصمه الاداريه الجديده وايضا طريق السويس. فاي حد هيكون متجه من طريق السويس متجه الى محافظه السويس او متجه الى شارع الثوره او متجه الى العاصمه الاداريه هيكون في سيوله مروريه. ننتقل بقى الى محاور الجيزه وتحديدا المريوطيه. طريق المريوطيه هنا طبعا هيكون في يعني بعض الكثافات المتوسطه جدا يعني هنا في الاتجاه المتجه الى مدينه 6 اكتوبر، وهنا منزل المريوطيه طبعا اللي هيكون متجه الى محور او منزل المريوطيه بالنسبه للمتجه الى المعادي والتجمع. اما الاتجاه الاخر هنا طريق الواحات. خلينا ننتقل الى طريق الواحات ونشوف اخبار طريق الواحات ايه. طريق الواحات بالنسبه للمتجه الى مدينه 6 اكتوبر
ميدان الرماية هيكون فيه طبعا سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر هو القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى جامعة القاهرة والجيزة، هيكون أيضا في سيولة مرورية بيشهدها طريق الواحات على الاتجاهين. فالمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر وهيتجه من طريق الواحات، نحب نطمن حضراتكم إن هيكون في سيولة مرورية على طريق الواحات زي ما حضراتكم شايفين. هننتقل من طريق الواحات إلى البحر الأعظم. منطقة البحر الأعظم الدائري هنا تحديدا هيكون في سيولة مرورية موجودة سواء الاتجاه المتجه إلى المريوطية أو الاتجاه الآخر المتجه إلى التجمع والمعادي. وأيضا هنا نزلت البحر الأعظم زي ما حضراتكم شايفين للقادم من التجمع والمعادي هيكون في سيولة مرورية في نزلة البحر الأعظم. كنت بقول لحضراتكم إن اللي هيتجه إلى منزل المريوطية هنا هنتجه إلى منزل المريوطية بالنسبة للقادم إلى التجمع والمعادي والمنيب هيكون في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر القادم من المعادي والمنيب والتجمع ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون أيضا في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات. هننتقل من منزل المريوطية إلى سما تاور وتحديدا في منطقة التجمع والمعادي في الدائري. هنا هيكون المتجه إلى منطقة التجمع طبعا والعين السخنة هيكون في سيولة مرورية موجودة على هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر هو القادم من التجمع أو العين السخنة ومتجه إلى المعادي هيكون في سيولة مرورية أيضا موجودة في هذا الاتجاه. من سما تاور هننتقل إلى طريق هام جدا وهو الأوتوستراد. الأوتوستراد زي ما حضراتكم شايفين المتجه إلى الجيزة هيكون في سيولة مرورية تامة، والاتجاه الآخر هيكون متجه إلى المعادي والتجمع أيضا هنشهد سيولة مرورية على جميع الاتجاهات. وهنا هذا الاتجاه هو اللي هيكون متجه إلى صقر قريش أيضا هيكون في سيولة مرورية موجودة. من طريق الأوتوستراد إلى منزل الصعيد، منزل الصعيد وتحديدا في منطقة المنيب هنلاقي ان في كثافات هنا موجودة. طبعا هذا الاتجاه هو المتجه الى التجمع والمعادي من منزل الصعيد، وهنا طبعا بسبب الاعمال الانشائية الموجودة على جانبي الطريق، لكن الجانب الاخر اللي هيكون متجه الى او قادم من المعادي والتجمع ومتجه الى الجيزة والبحر الاعظم هيكون في سيولة مرورية في هذا الاتجاه. المتجه الى التجمع هيكون طبعا في نفق الان ايه، نفق الان ايه زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه الى التجمع الاول او مدينة نصر او الخارج من التجمع ومتجه الى المعادي ناحية الدائري هيكون في سيولة مرورية طبعا بيشهدها هذا الطريق. طبعا ما ينفعش ان احنا ننهي خدمتنا الاخباريه من غير ما نطمن على محور 26 يوليو. احنا زي ما قلنا لحضراتكم المتجه الى مدينه 6 اكتوبر عن طريق الواحات هيكون في سيوله مروريه تامه، اما اللي هيكون متجه بقى من ناحيه محور 26 يوليو زي ما حضراتكم شايفين هنلاقي اعلى السودان، محور 26 يوليو اعلى السودان هيكون في سيوله مروريه تامه للمتجه الى مدينه 6 اكتوبر. بعض الكثافات اللي هتكون عند سلم السودان وده بالنسبة للقادم من ميدان لبنان، فهنا بنشهد بعض الكثافات اللي بتكون موجودة. وبصورة أقرب إلى ميدان لبنان على محور 26 يوليو هنشوف إن هنا في برضو بعض الكثافات اللي موجودة في ميدان لبنان ومتجه إلى كوبري 15 مايو، أما هذا الاتجاه المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون في سيولة مرورية موجودة. بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر من محور 26 يوليو بصورة أقرب مرة أخرى إلى مدخل الشيخ زايد هنلاقي أيضا إنه في سيولة مرورية موجودة على مدخل الشيخ زايد في محور 26 يوليو، فقط الكثافة هتكون في ميدان لبنان للمتجه إلى الجيزة والقاهرة. فإذا بشكل عام إحنا النهاردة بنشهد يعني الحمد لله سيولة مرورية في أغلب محاور والمحاور والطرق الرئيسية، سواء بنتكلم على طريق السويس ثم الاتجاه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو بنتكلم على الاتجاه إلى مدينة 6 أكتوبر من طريق الواحات أو من محور 26 يوليو. فقط القادم من محور 26 يوليو باتجاه الجيزة والمهندسين هيكون في بعض الكثافات الموجودة تحديدا في ميدان لبنان. دي كانت الحالة المرورية من داخل الإدارة العامة للمرور. بنهنئ مرة تانية طبعا قيادات وضباط وأفراد الشرطة ومن ضمنهم رجال المرور، وكل سنة وكل المصريين بخير وفي أمن وسلام. بشكركم على حسن المتابعة وبرجع لكم في الاستوديو أحمد وبسنت مرة تانية. شكرا ليك محمود جميل، وفي الحقيقة يعني مش جديد عليك الجولة المرورية الغنية بالتفاصيل واللي دايما يعني الحمد لله بتدينا جرعة تفاؤل كده على الصبح بوجود سيولة مرورية في أغلب المحاور والطرق الرئيسية للقاهرة الكبرى. شكرا لك محمود مرة تانية.
يعني احنا بنتكلم في 7 سنين خاضت فيه وزارة الداخلية معارك كتيرة جدا، ولما بنقول معارك احنا ما بنبالغش، هي معارك حقيقية. احنا بنتكلم معارك مع الإرهاب، معارك مع المخدرات، معارك مع كل حاجة تقريبا، الأمن والأمان. مفيش أمن، مفيش استقرار، مفيش تنمية، مفيش أي حاجة هتحصل بدون ما يكون في أمن موجود في الشارع. يعني أنا النهاردة مش هقدر أروح شغلي لو أنا مش حاسة بالأمن، مش هقدر أستثمر لو أنا مستثمر أجنبي، مش هقدر أجي البلد دي لو أنا مفيش أمن وأمان. الأمن هو عصب التنمية والاستقرار، وفي الحقيقة الحصن المنيع للدفاع عن الوطن كان رجال الشرطة. وامبارح خلال الاحتفالية وزارة الداخلية عرضت فيلم عيون الوطن، استعرضت فيها جهود الشرطة في مكافحة المخدرات. تم ضبط شحنة حشيش بقيمة 500,000 جنيه وإحباط تهريب أطنان من المخدرات. قبل ما نشوف التقرير، يعني تخيلوا كده مع حضراتكم، يعني لو كانت شحنة المخدرات دي كده دخلت البلد، كم من شبابنا كان هيحصل أنه ممكن يقع ضحية لرجال الشر. خلونا نشوف التقرير اللي هنتابع فيه بالتفاصيل اللي حصل. عمليات وتمام وصول الحاوية. بعد مراقبة مستمرة لشهور طويلة، تم رصد تشكيل عصابة تخصص في تهريب مخدر الحشيش. ضربة أمنية نتيجتها 30,000 طرب حشيش بوزن 6 طن بقيمة 480 مليون جنيه. دي كانت مجرد البداية، لكن اللي جاي كان أكبر بكتير. المعلومات بتأكد إن التشكيل العصابي تحت إيده 15 طن حشيش غير اللي تم ضبطهم، زائد كمية كبيرة من مخدر الهيروين. مؤكد هيحاولوا يهربوا باقي الكمية عشان يعوضوا خسارتهم في القضية اللي فاتت. فريق البحث حدد هوية بعض أفراد التشكيل مع اكتشافه عناصر تانية كانت مجهولة، أغلبهم أشخاص عاديين من الصعب الشك فيهم. الشواهد كلها بتأكد إننا داخلين على عملية كبيرة. خلال مراقبة أحد أفراد التشكيل، تم رصده بيشتري سفينة سياحية متهالكة اشتراها بقيمة مالية مبالغ فيها، مش متناسبة مع حالتها. من المحتمل تكون وسيلة جديدة هيستخدمها التشكيل في عمليات التهريب اللي بيرتبوا ليها. وبعد تقنين الإجراءات، رصدنا اتصال هاتفي لمجموعة سيارات دفع رباعي داخلة من الضروب الصحراوية. الاتصال بيأكد إنهم بيستعدوا لتسليم كمية تانية من مخدر الحشيش بمجرد وصولهم. بعد ساعات رصدنا اتصال هاتفي تاني من المهربين بيأكد وصول السيارات وتسليمهم للشحنة. وخلال المتابعة وردت معلومات جديدة بتقول إن نفس التشكيل هيحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين عن طريق شاحنة من أحد المواني. تم يا فندم خروج السيارة وجري متابعة. كانت تحدي كبير إننا نسمح بمرور الشحنة عشان نقدر نوصل لأماكن تخزين التشكيل العصابي ونظبطها قبل ما تتوزع. خطتنا نجحت وقدرنا نوصل للهدف اللي كنا بندور عليه، وأهم موقع للتشكيل، مكان اختاروه بدقة من الصعب الوصول ليه. رفعنا كل تفصيلة، المداخل والمخارج ونقاط التمركز، وحصرنا عدد الأفراد والسلاح. تضاريس الموقع كانت تحدي ومراقبته كانت صعبة للغاية نظراً لوعورة المكان وسهولة كشف أي محاولات للاقتراب. مجموعات المراقبة قدرت خلال وقت قصير تأكد إن في مغارة داخل الجبل بتستخدم كمخزن رئيسي للتشكيل وبيتم فيها تصنيع المواد المخدرة. (تصفيق)
خلال عمليات المراقبات اشتبه أحد الضباط في شخص سبق رصده فضية سابقة، ومن خلال الكمين اتأكدنا إن بيانات بطاقته مش صحيحة. بعد مراجعة أرشيف الإدارة اتعرفنا على المشتبه فيه ولكن باسم مختلف، وتأكدنا إن متهم رئيسي في عملية تهريب سابقة وهارب محكوم عليه. انتحل اسم جديد وتم وضعه تحت المراقبة الدقيقة. تدريب القوات على الاقتحام كان تحدي كبير نظراً لطبيعة النيل اللي بتعوق وتبطئ حركة القوات، وتضاريس الصحراء الصعبة، وحتمية وجود مقاومة مسلحة من التشكيل العصابي. فاستعنا بقوات مكافحة الإرهاب من قوات الأمن الوطني وقوات الأمن المركزي. بدء رصد حركة غريبة على المركب. السفينة السياحية اتحركت وأفراد التشكيل العصابي حملوا الشحن عليها تحت عينينا لحظة بلحظة، وبدأ العد التنازلي للحظة الهجوم. بعد ما رصدنا وصول المشتبه فيه الرئيسي للسفينة وبقينا في الوقت المثالي لتنفيذ العمليتين، قوات مكافحة الإرهاب هتتحرك في اتجاه الهدف بزوارق الضفادع البشرية. هيتم الإنزال وهتسبح القوات مسافة 2 كيلومتر في النيل لحد جسم السفينة. قوات الكوبرا هتمشي لمسافة 8 كيلومتر في سرية كاملة. الهدف السيطرة على النقط الحصينة للتشكيل العصابي قدام المغارة. تمام هدوء الحالة على المركب ومفيش أي تحرك حاليا. عمليات تمام هدوء الحالة واستمرار عمليات المراقبة. جاهزين يا فندم للتنفيذ. تمام على بركة الله. تم تحديد توقيت التنفيذ المثالي بشكل لحظي. الغطس والاقتراب من السفينة في النيل كان من أهم العوائق اللي اضطرينا لاجتيازها، وبدأ الاقتحام الصامت تحت تأمين القناصة من نقطة المراقبة الثابتة. والأهم إن الاقتحام كان لازم يتزامن مع مداهمة المنطقة الصحراوية لإحكام السيطرة على كافة أفراد التشكيل. الوصول للمغارة تطلب مجهود كبير من الإخفاء والتمويه. تم الغطس باستخدام الدائرة المغلقة وبوصلة التوجيه وجهاز التحرك السريع تحت الماء. لازم السيطرة عليهم لضمان عدم تحرك السفينة وتأمين عملية الاقتحام.
تمام السيطرة على المحركات. تمام وجود هدفين على بعد 450 متر، مسافة ما بينهم 200 متر. هدفك اتجاه الساعة 11، اتحرك. نص واحد واثنين استعداد. نقاط التأمين كان الضمان الرئيسي لنجاح عملية الاقتحام. تمام السيطرة على كابينة القيادة. قوات الدعم تتحرك فورا. وصول قوات الدعم عامل مهم في نجاح أي عملية. استخدمنا خلال الاقتحام أجهزة متطورة ومعتمدة دولياً للسيطرة على المتهمين. Shot.
في عربية غريبة داخلة على القوات. لحماية بلد كل حدودها مهددة من تجار الموت، هدفهم عقول ولادنا وصحتهم، وده اللي بيخلي شعارنا دايما لازم نفضل عيون الوطن. اللي بيضل في ولادنا واللي بيحارب بلدنا مش هيفلت من ايدينا، لابد يعرف غلطته. ألف مرة ومرة قلنا احنا راسنا لنفع عقولنا، كل واحد فينا لازم يكون بكامل قوته. والكل أب ما خدش باله ابنك ده بلده ومحتاجاله، خلي عينك دايما علينا ابننا، واحنا عيوننا تمل صحية ورجالتنا في كل ناحية. هي حرب وحربنا مش هينا. والكل أب خدش باله ابنك ده بلده محتاجاله، خلي عينيك دايما علينا ابننا، واحنا عيوننا تملي صحية ورجالتنا في كل ناحية. هي حرب وحربنا مش هينا. يعني في الحقيقة اللي احنا شفناه ده بيؤكد على النهج الجديد اللي بتنتهجه وزارة الداخلية القائم على الضربات الاستباقية. دلوقتي تعالوا ناخد حضراتكم سريعا في موجز لأهم الأنباء، موجز التاسعة مع منى الشرقاوي، تفضلي يا منى. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته. وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالذكرى 70 لعيد الشرطة أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، بل بمدى عقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. شدد الرئيس السيسي على أن دحر الإرهاب كان ثمنه كبيرا جدا، وأنه لولا تضحية الشهداء ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة. وثمن الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 70 تضحيات من قدموا أرواحهم وأصيبوا من كل أبناء الوطن في معركة القضاء على الإرهاب. وخلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 70 لعيد الشرطة كرم الرئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة، حيث صدق على منحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق. ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لاسمي الشهيدين عقيد أحمد جابر أحمد نصار والمقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبده. كما منح الرئيس السيسي وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة لاسمي الشهيدين مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز والشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر. ومنح الرئيس السيسي عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم.
أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1209 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 343971 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 1603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 38 حالة جديدة. أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي تجاه محافظة ظهران جنوب المملكة العربية السعودية، وأفاد التحالف بسقوط شظايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران، وسط تقارير أولية تفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية. وأضاف التحالف أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن، منوها بأن المنصة استخدمت فجر اليوم في إطلاق صواريخ باليستية. نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الدفاع قولها أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باليمن، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا. وأضاف البيان أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي. قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تجديد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات، وجاء في نص القرار الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على فيسبوك أن هذا القرار يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد واستشراقا لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن. تستضيف بروكسل اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمشاركة نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الفيديو كونفرنس، ويرتكز الاجتماع على مناقشة تطورات الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، وفي ظل ما تعتبره بروكسل حشدا للقوات العسكرية الروسية. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معكم في فقراتنا في صباح الخير يا مصر. منظمة الصحة العالمية خفضت العمر الموصي به للأطفال عشان يكونوا مؤهلين لتلقي لقاح فايزر لفيروس كورونا من سن 12 لخمس سنين. ومن ناحية تانية، وزارة الصحة وصت السيدات الحوامل بالتطعيم أيضا ضد فيروس كورونا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الموجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك وأهلا بك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ مسامي، صباح الخير أستاذ أحمد، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام. أهلا بحضرتك. يعني حابين نفهم من حضرتك يعني إيه إن إحنا نقلل العمر الموصى به للأطفال عشان يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، يعني ده معناه إيه؟ وهل فعلا ده يعني نتيجة لما يحدث الآن على أرض الواقع وهو طبعا زيادة في الحالات؟ لا، هي الحقيقه كلما زادت الدراسات وكلما تاكدت مأمونيه اللقاحات وكلما تم توسيع مجال او المرحله العمريه لتلقي اللقاح بناء على التاكد من المأمونيه والفعاليه. فالنهارده في البدايه كانت الفئات الاكثر تاثرا بالاصابه وهي كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، هم دول اللي كانوا محل التطبيق ومحل الاشتراك في الدراسات الاكلينيكيه المتعلقه باللقاح. النهارده بعد ما الحمد لله بقى في تغطيه كبيره للمراحل العمريه الاكثر تقدما لاصحاب الامراض المزمنه، بدانا نتحرك او بدات العالم يتحرك على تغطيه عمريه اوسع، لانه الاطفال قد يكونوا معرضين للاصابه بالفيروس، قد يكونوا ناقلين للعدوى، وبالتالي
كلما ارتفعت معدلات التغطية التطعيمية كلما عادت المجتمعات بشكل أكثر سرعة إلى الوضع ما قبل الكورونا، وكلما عادت الحياة إلى سابق عهدها. طيب دكتور، ده الفكرة العامة للتعامل مع اللقاحات. في الأول كانت الضرورة هي تلقيح الفئات الأكثر تأثرا والأشد تأثرا بالمرض. يعني احنا هنا بنتكلم على فكرة توسيع الدائرة الخاصة ب يعني متلقي اللقاح تحديدا. طيب عاوزين نتكلم كمان على يعني لان في دلوقتي كلام بيشاع على فكرة تطعيم الحوامل واثر ده التطعيم على الخصوبة ويعني السيدات الحوامل تحديدا. يعني الحقيقة ان ايضا الدراسات والدراسات الكلينيكية الموثقة والمتناثرة بتقول أن التطعيم آمن تماما للمرأة سواء كانت حامل أو كانت تخطط للحمل، وأنه لا يوجد أي آثار جانبية أو سلبية تم اكتشافها في تلقيح السيدات الحوامل أو السيدات المقبلين على الحمل. وأنا بس عايز أفكر حضراتكم أنه في بدايات التسعين يعني 1900 لما تم 56 وتم اكتشاف تطعيم شلل الأطفال، كان أيضا يشاع مثل هذه الإشاعات على أن تطعيم شلل الأطفال يؤثر على الخصوبة. والحقيقة أن دي وكأن التاريخ يعيد نفسه في أن نفس الإشاعات التي تطلق مع وجود تطعيمات للتعامل مع الأمراض هي نفس الإشاعات اللي كانت تطلق من أكثر من 100 سنة أو يزيد. طب يعني دكتور حسام، هي منين الاشاعات دي بتطلع؟ يعني انا النهارده لما اسمع كأم مثلا انه ابني اللي عنده 5 سنين هيتطعم في احتمال في المستقبل مش عارفه يجرى له ايه، الاشاعات دي بتيجي منين؟ ليه بنقراها اصلا؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه مع انتشار الجائحه الكورونا ومع وباء كورونا اكتشفنا وباء اخر يسمى المعلومات المكذوبه والخاطئه. ده حقيقي على وسائل التواصل. لا شفناه بقالنا كتير، يعني بقالنا اكتر من كده. احنا الحقيقه بقى عندنا وبائين، جائحتين عالميتين. جائحه المعلومات غير الموثقه. انا قصدي نطمن ازاي الامهات انه ما فيش حاجه اسمها كده؟ يعني النهارده الام اللي رايحه تدي لابنها اللي عنده 5 سنين لقاح ضد فيروس كورونا نطمنها ازاي؟ يعني احنا لسه في الوزاره ما فتحناش المرحله العمريه ديت، لكن احنا بنطمن الام الحامل او بنطمن المراه الحامل وبنطمن المراه المقدمه على الزواج ان الهيئات الصحيه العالميه وهيئه الدواء المصريه قد اجازت الاستخدام للقاح، وانه ضرر الكورونا على الام وعلى المراه الحامل هو الحقيقه يفوق بمئات المرات اي احتمالات لوجود الم مع التطعيم او وجود ارتفاع قليل في درجه الحراره مع التطعيم، واننا نشهد وفيات بالملايين بسبب الكورونا، وان المراه في المرحله في الحمل وخصوصا في المراحل المتاخره من الحمل يعني في الشهور الاخرانيه بيبقى مناعتها اقل وبالتالي تبقى اكثر عرضه للإصابة بالكورونا، وأن الإصابة بالكورونا خطر على الأم والجنين، أما اللقاح فهو آمن للأم والجنين. وإحنا النهاردة كل الناس لابد أن تأخذ معلوماتها من المصادر العلمية الموثقة مش من صفحات التواصل الاجتماعي. بدليل يا دكتور إن إحنا النهاردة مع ارتفاع عدد الحالات إحنا بنشوف إن اللي عنده أوميكرون أو كورونا بعد ما بيبقى بوزيتيف بأربع أيام ممكن يبقى نيجاتيف، وده بسبب إنه خد اللقاح. ففي طبعا سرعة يعني لا شك إن تأثير شدة المرضى، وده كل يعني دي بقى مسألة الناس كلها شايفاها أن اللي بيجيله المرض وهو ملقح الجسم بيتعامل معاه بشكل مختلف بشكل أحسن، الجهاز المناعي بيشتغل بشكل فاعل، بينما اللي بيجيله نفس المرض وهو غير ملقح الحقيقة بيبقى أكثر عرضة لدخول المستشفى، أكثر احتياجا لأنه يدخل إلى غرفة العناية المركزة. فالحقيقة المسألة مش بس بقى معلومات تطلقها الجهات الموثقة، لكن ده كمان واقع مشاهد كلنا شايفينه. طيب دكتور حسام، يعني خليني أوصل لحضرتك شكوى لبعض يعني متلقي اللقاح تحديدا في مدينة 6 أكتوبر. يعني في البعض خد جرعات لقاح فايزر ولم يتلقوا الجرعة الثانية حتى الآن بسبب نقص فيها، يتصرفوا إزاي؟ وهل في بديل اللي هو ممكن ياخد نوع تاني ولا ينتظر؟
لا يعني الحقيقه ان الحمد لله احنا ما عندناش اي مشكله في تواجد وتوافر اللقاحات من جميع الانواع. احنا لسه امبارح في 1,800,000 جرعه فايزر جايه من هديه من الولايات المتحده عن طريق منظومه كوفاكس. فالحقيقه ان اللقاحات متوفره، لكن اذا كان هناك نوع من الاحتياج الى ضبط المنظومه الاداريه انا اعد حضرتك انه سيتم حلها فورا. اكيد. طيب عاوزين نطمن برضو على الموقف دلوقتي كنسبه الاصابات، لان احنا شايفين لسه الاعداد ده بترتفع، هل وصلنا للذروه ولا لسه متوقع ارتفاع الاصابات؟ الحقيقه من المبكر ان احنا نحكم على الوصول الى الذروه، هناك ارتفاع في الاعداد وبالتالي الناس محتاجه بشكل واضح ان تتلقح. من لم يتلقى التطعيم يروح يتلقى التطعيم، من تلقى جرعه واحده وتكاسل عن الجرعه الثانيه يروح ياخذ الجرعه الثانيه، من مضى عليه 6 أشهر يتوجه لأخذ الجرعة التعزيزية بعد وصول الرسائل إليه، التلقيح ثم التلقيح ثم التلقيح ثم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الكمامة، التباعد. هي احنا شايفين على المستوى العام في نوع من أنواع إن الناس بدأت تتراخى في استخدام الكمامات. هي استخدام الكمامة مهم، التباعد الاجتماعي مهم، كل ده للحفاظ على الصحة العامة. يعني دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المعلومات القيمة، وبأكد وبضم صوتي لصوت حضرتك ان حتى الآن يعني ما زالت كلمة السر في الوقاية من هذا الفيروس هي اللقاح، بالإضافة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. ده حقيقي احمد، وزي ما انت قلت مهم كلنا ان احنا نتابع، لو احنا خدنا الجرعه الاولى من اللقاح لازم نروح ناخد الجرعه الثانيه، عشان زي ما دكتور حسام قال ان يمكن شده المرض او شده الخطوره اللي احنا كنا بنشوفها الفترات اللي فاتت من الفيروس قلت جدا بسبب طبعا اللقاح اللي كان ما بقيناش نشوف زي الاول الناس محتاجه عنايه مركزه او اعياء شديد بسبب فيروس كورونا. الحمد لله وربنا يستر على اللي جاي، ونتمنى من كل على الناس حاجة تانية. اكيد ونأكد على حاجة تانية برضو يا بسنت، فكرة ان الناس اللي كان عندها شكوى بنقص في نوع من انواع اللقاحات، الحمد لله دلوقتي كل اللقاحات بقت موجودة، زي ما اكد دكتور حسام عبد الغفار ان في يعني كميات كبيرة من لقاح فايزر وصلت امبارح، فما بقاش في اي مشكلة، ما بقاش في اي حجة. ودايما الحكومة بصراحة ويعني وزارة الصحة مشكورة بتوفر كل اللقاحات وبتعمل ابديت لنفسها اول باول في اي نواقص موجودة. ده حقيقي. خلونا دلوقتي بقى نروح نعرف ايه هي اخر اخبار وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس وآخر أخبار وتفاصيل موجة البرد اللي احنا فيها دي. معانا على الهاتف منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة بسنت، وصباح الخير كمان على أستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين. يعني منار الجو برد قوي بزيادة، يعني أنا من الناس اللي بصراحة بتضايق من البرد، لكن مش أنا بس، يعني الناس كلها بتتكلم إن يمكن الانخفاض الشديد اللي احنا شايفينه في درجات الحرارة ده احنا كفي مصر مش متعودين عليه شوية، فقولي لنا ده بسبب إيه؟ يعني ليه احنا النهاردة بنشوف الجو البرد قوي ده أو البرد القارس ده فجأة؟ يمكن درجات الحرارة شفناها نزلت من لغاية 4 و5 وبعض المحافظات لـ3 ويمكن أقل. بالفعل احنا يعني بنشهد انخفاض في درجات الحراره يمكن شهدناه الاسبوع الماضي ومكمل كمان معانا على مدار هذا الاسبوع، واحنا بنتاثر بكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب وشرق اوروبا مرورا طبعا ببلاد الشام. احنا كلنا شايفين العواصف الثلجيه اللي في تركيا وفي سوريا وفي لبنان، الكتل الهوائيه دي بتاثر علينا طبعا بانخفاضات درجات الحراره اللي احنا كلنا مستشعرينها خلال فتره النهار وكمان خلال فتره الليل، بالاضافه ان لما تكون الكتل الهوائيه نسب الرطوبه فيها منخفضه ده بيزود احساسنا اكتر كمان بانخفاض درجات الحراره، مع زياده نشاط الرياح كمان بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. عوامل كثيره بتاثر على مدى الاحساس كمان بدرجات الحراره. احنا طبعا مستمرين على الاقل لنهايه هذا الاسبوع في انخفاضات درجات الحراره، لكن احنا الاعوام الماضيه كنا بنشاهد انخفاضات في درجات الحراره بتوصل فيها العظمى ل 12 درجه على القاهره الكبرى، لكن المده طولت قوي، احنا يعني بقى داخلين في الاسبوع الثاني 10 ايام ومكملين 14 يوم في انخفاض درجات الحراره، دايما كنا بنشاهد يوم او اثنين انخفاض درجات الحراره وبعدين بتعود للمعدل، لكن الناس حاسه بيها قوي ملحوظ قوي بسبب طول المده اللي احنا في موجه انخفاضات درجات الحراره. طبعا احنا متوقعين اليوم طبعا استمرار انخفاض درجات الحراره، درجات الحراره خلال ساعات النهار العظمى هتوصل ل 15 درجه على القاهره الكبرى، خلال ساعات الليل هتوصل طبعا ل7 درجات، يمكن في زياده لفترات طلوع اشعه الشمس لكن الكتل لسه بارده، فعشان كده احنا بنحس بطقس بارد
خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات السواحل الشمالية، أيضا محافظات شمال الصعيد. بيكونوا المناطق اللي في جنوب البلاد درجات حرارتها معتدلة، فالطقس بيبقى معتدل خلال فترة النهار، لكن خلال فترة الليل درجات الحرارة طبعا بتنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، بيوصل كمان البرودة القارصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بالإضافة إلى تكون الصقيع على بعض المزروعات خاصة لما درجات الحرارة تنخفض لأقل من 5 درجات. طبعا اليوم كمان في طبعا فرص لتساقط الأمطار، يمكن الأمطار بتسقط الآن على بعض المناطق من مطروح والأسكندرية. اليوم فرص الأمطار هتبقى موجودة على سواحلنا الشمالية، كل المناطق المطلة على البحر المتوسط، وايضا كمان محافظات الوجه البحري، امطار خفيفه الى متوسطه، ودايما الامطار بتبقى على فترات متقطعه من وقت للتاني. ايضا القاهره الكبرى اليوم فيها فرص لسقوط الامطار، لكن برضو نحب ان هي فرصه ضعيفه بس ما زالت موجوده. الاجواء دي هنستمر فيها كمان غدا بنفس الكيفيه درجات الحراره ونفس حاله الطقس، لكن الاربع اللي جاي هيبقى في مزيد من انخفاض في درجات الحراره، يمكن بعد غدا يوم الاربع هنحس اكتر من انخفاضات درجات الحراره. يمكن الاسبوع ده ابرد كمان من الاسبوع اللي فات، احنا الاسبوع اللي فات كنا بنسجل بين 15 و16، الاسبوع ده 14 وهنسجل 13 كمان يوم الاربع القادم باذن الله، متوقع تكون العظمى 13 والصغرى بين الخمس والست درجات. مع يوم الاربع كمان هيبقى في نشاط للرياح على كافه مناطق الجمهوريه، هيزود اكتر يخلينا نحس بيها 10 و11 درجه مئويه. لا. وايضا سقوط الامطار كمياته هتبقى كميات اكتر من اللي احنا بنشهدها خلال هذه الايام، وهتبقى كمان استاذ منار. طب يعني اخر الموجه دي امتى؟ هو لسه احنا مستمرين فيها، يمكن نحس كده يوم السبت والحد الجمعه والسبت الجايين باعتدال شويه في الاجواء، لكن هي لسه مكمله معانا لبدايه فبراير ان شاء الله. طب يعني احنا منار السبت والحد ممكن تفضلي. انا عايزه اسالك بس سؤال عشان احنا قريناها وانا اظن انها اشاعه، لكن هل سنشهد ثلوج في الفتره الجايه؟ تساقط السلوك بالشكل اللي احنا بنشوفه طبعا في تركيا وفي لبنان وفي المناطق دي، لا طبعا، لان احنا المناطق الوحيده اللي بتسقط سلوك فيها هي مرتفعات سانت كاترين. لازم درجات الحراره تنخفض لتحت الصفر عشان يبدا يحصل تساقط. لكن احنا ساعات كنا بنشوف المطره بتنزل بالثلج الصغير ده، عارفاه؟ بالظبط. لكن طبعاً احنا قرينا كتير ان الفتره الجايه يعني ما فيش حاجه اسمها كده، مش هيحصل. اللي بيسقط طبعا مع الامطار ده تساقط لحبات البرد، بتبقى كرات ثلجيه صغيره، لكن زي تركيا ولبنان ده بس في مرتفعات سانت كاترين، لكن طبعا وارد خلال الايام القادمه يحصل تساقط لحبات البرد او الكرات الثلجيه مع تساقط الامطار اللي هنشهده خاصه كمان على سواحلنا الشماليه، ده وارد جدا. لكن الثلوج والعواصف الثلجيه لا طبعا، يعني احنا الحمد لله محميين بالبحر المتوسط، بيعمل اعتدال للكتل الشديده البروده اللي بتبقى قادمه دايما من المناطق الشديده البروده الموجوده في سيبيريا او في روسيا او حتى بلاد الشام. انا عارفه ان في ناس كثيره يمكن بتستنى حاجه زي دي، بس الحمد لله لان البرد قارس قوي بزياده، فيعني الحمد لله انه ما فيش ثلج الفتره الجايه. يعني ده بالنسبه لك الحمد لله، لكن في ناس كثيره زعلانه. انا عارفه. استاذه منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. طيب نروح دلوقتي لمنا نشوف اخبار الرياضه ايه. يلا بينا منا. يلا بينا. عندنا اخبار كتير وعندنا مباريات كتير، خلينا نشوف ايه اللي حصل واللي هيحصل كمان لمده يومين جايين في اخبار الرياضه. اهلا بيكم جوله مع اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اهلا بيكم من جديد. منتخبنا الوطني بيواصل استعداداته لمواجهه الكوت ديفوار واللي هتتلعب يوم الاربعاء الجاي في دور ال 16 لبطوله امم افريقيا. اتدربت كل لعيبه المنتخب امبارح على ملعب جاموبا انيكسي. وفريق الزمالك فاز على المريخ السوداني بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي اللي جمع بين الفرقتين امبارح على استاد عبد اللطيف أبو رجيل. منتخب بوركينا فاسو تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد ما فاز بضربات الجزاء بنتيجة 7-6 ضد الجابون، وده بعد ما خلص الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1 في المباراة. ومنتخب تونس حسم تأهله امبارح للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد ما فاز على منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب رومدي أدجيا ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا. سجل هدف نسور قرطاج في الدقيقة 47 قائد المنتخب يوسف المساكني.
وفريق ليفربول بيواصل انتصاراته وفاز امبارح على فريق كريستال بالاس بنتيجه 3-1 في المواجهه اللي اتلعبت ضمن منافسات الجوله 23 من عمر مسابقه الدوري الانجليزي الممتاز. بكده ليفربول بيحتل وصافه جدول الترتيب الدوري برصيد 48 نقطه وكريستال بالاس في المركز ال 13 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 24 نقطه. أما بقى نادي أرسنال فتعادل مع فريق بيرنلي بنتيجة 0-0 وده في المباراة اللي اتلعبت على استاد الإمارات في إطار مباراة الجولة رقم 23 في منافسات الدوري الإنجليزي. كده أرسنال بيرفع رصيده ل 36 نقطة في المركز السادس وبيرنلي رصيده 13 نقطة في المركز العشرين والأخير. أما بقى ليستر سيتي اتعادل مع نادي برايتون بنتيجة 1-1 وبالنتيجة دي نادي ليستر سيتي رفع رصيده لنقطة 26 في المركز العاشر ونادي برايتون رصيده وصل ل 30 نقطة في المركز التاسع من 22 مباراة. وتشيلسي حقق فوز امبارح على فريق توتنهام بنتيجة 2-0 في ديربي لندن واللي جمع بينهم في قمة منافسات الدوري الإنجليزي. كده تشيلسي بيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ورصيده 47 نقطة، أما توتنهام في المركز السابع ورصيده 36 نقطة. أما بقى ريال مدريد اتعادل مع إلتشي بنتيجة 2-2 وده خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين في جولة رقم 22 في الدوري الأسباني. بالنتيجة دي ريال مدريد بيحافظ على صدارة ترتيب الدوري الأسباني برصيد 50 نقطة وإلتشي في المركز ال 15 برصيد 23 نقطة. تونس قدرت تحقق مفاجأة كبيرة بفوزها على نيجيريا المرشح الأول للبطولة. تونس رغم أنها صعدة ثالث المجموعة قدرت تفوز على فريق متصدر المجموعة بالتسع نقاط، فرضت أسلوبها امبارح في المباراة وحققت الفوز. هل نقدر نعمل كده احنا كمان في الماتش الجاي مع الكوديفوار؟ تونس غيرت رتم المباراة خالص وخلته لصالحها ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير منك كل سنة. كريم الصوت مش واضح لنا قوي، يا ريت نوضح الصوت بحيث ان احنا نعرف نتناقش كده، لان امبارح المباراه كانت حماسيه جدا ومش عارفه بقى ننفع نسميها بطوله المفاجآت، يعني كل من ساعه ما ابتدينا نتفرج كده على البطوله كل شويه نتفاجئ بشكل مختلف. تونس برغم انها طالعه ثالث المجموعه لكن امبارح كانت المباراه بتبقى يعني في صالحها، خصوصا انها قدرت تقتل الريتم وغيرت خالص، حافظت على الاول، هجمت وحافظت على يعني نقدر نقول الهدف اللي احرزته وبعد كده موتت اللعب تماما. سامعاني كده يا منى ولا صوت لطيف كده؟ اتفضل كريم. يعني الصوت كده كويس؟ تمام اتفضل. تمام. طبعا متفقين ان البطوله دي واحده من البطولات الغير متوقعه في النتائج تماما. احنا شايفين ان في يعني امور غير طبيعيه بتحصل. بنتكلم مثلا امبارح زي ما انت قلتي منتخب النيجيري بعد ما حصل التسع نقاط في المجموعه وقدم مستويات جيده جدا في مجموعتنا وفي ماتشنا حتى، وكان واحد من المنتخبات المرشحه لحسم اللقب، بيلعب منتخب تونس اللي هو محتل المركز الثالث وقدم دور مجموعات سيء جدا. المنتخب التونسي بيلعب امبارح يعني منقوص من عدد كبير من اللعيبه بتاعته بسبب كورونا، ربنا يشفيهم طبعا، منهم مننا الكبير علي معلول. ورغم ده شفنا المنتخب التونسي امبارح بيلعب تكتيك ممتاز جدا وقدر ان هو يقتنع بالتاهل لدور التمثيل باستحقاق. طبعا 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 سيناريو المباراه طبعا كان غريب وحاجه مستحقه، وطبعا ساعد تونس ان هي تخرج بالمباراه بشكل جيد. المباراه دليل ان اللي يشتغل ويعرف ازاي يلعب المنافس حتى لو المنافس كان اقوى منه يقدر يكسبه ويعديه، بس المهم الشغل وان احنا المنافس بشكل جيد. اكيد. طيب خلينا نقول ان المباراه بس الفكره فيها قائمه يا كريم على ان محدش داخل ب اكسبكتيشنز او بي يعني يبقى عنده قناعات مسبقه ان هو هيخسر. يمكن اللقاء بين تونس ونيجيريا يمكن اتقابلوا 5 مرات قبل كده، 3 منهم نيجيريا فازوا ومرتين انتهت بالتعادل السلبي. برغم من كده تونس كان قلبها جامد جدا في خصوصا في اول المباراه وهجمت وقدرت انها تفوز او تحرز هدف في الاول وبعدين تموت اللعب بحيث انها تحافظ على الفوز. احنا بقى بالنسبه لنا وماتش مصر والكوت ديفوار، احنا بنكسب الكوت ديفوار
عادي عشان بس ايه بدايه الكلام كده يعني مش اول مره. فكراش لما يجي يقول لنا انا عندي خطه وطريقه احنا عايزين نقول له بس من بدايتها كده احنا متعودين نكسب الكوديفوار عادي ما عندناش مشكله مش كده ولا ايه؟ شوفي طبعا التاريخ بيقول ان احنا ماتشاتنا مع كوديفوار في مباريات كتيره حاسمه في بطوله كاس الامم قدرنا نكسب كوديفوار بشكل يعني في 2006 كسبناهم مرتين مره في دور المجموعات ومره في الفاينل. في 2008 كسبناهم مكسب عريض جدا جدا في ماتش السيمي فاينل. طبعا كل الكلام ده والتاريخ يعني لطيف ومهم انما الحاضر يحتاج ان احنا نشتغل. طب الحاضر يحتاج ان احنا نبقى واقعيين ونتكلم على الامكانيات اللي معانا في الوقت الحالي. فالشباب مثلا بنحلل الماتش يوم الاربعاء قبل ما يتلعب هنقول منتخب كوت ديفوار على مستوى الافراد والمنتخب المصري على مستوى الافراد تقريبا يعني مستويات متقاربه. الاثنين على المستوى الفردي اقوياء جدا. احنا معانا ثالث افضل لاعب في العالم. ومنتخب الايفوالي برضه معاه مجموعه من اللعيبه مميزه. اللي يفرق يا منى ان منتخب كوت ديفوار منظم اكتر مننا. بيلعب كوحده واحده افضل الهارموني الفكره في الهارموني كمان. طبعا 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 ان هو التكتيك هو اللي بيخليكي تظهري بشكل افضل حتى لو انت امكانياتك اقل. يعني زي ما قلت منتخب تونس امبارح بيلعب منقوص مش من اقل من 10 لعيبه. نعم. قدام نيجيريا وطبعا مليون في الميه امبارح المنتخب النيجيري على المستوى الفردي كان اقوى بكتير انما تونس عرفت ازاي تكسب نيجيريا. هو ده العنوان اللي احنا عايزين نقوله. احنا عايزين نعرف اللعب كوت ديفوار. السؤال هنا كيروش محضر ايه ومعاه اسبوع. خلي بالك احنا اخر مباراه لعبناها يوم الاربعاء قدام السودان وهنلعب الاربعاء قدام كوت ديفوار فانت معاه اسبوع. السؤال هنا يوم الاربعاء الساعه 6 لازم تجاوب لنا على السؤال ده هتقدم لنا ايه عشان تقول لنا انت اشتغلت ازاي خلال الاسبوع ده. كريم انا عايزه اقطعك واسالك انت متخيل الموضوع بيبقى قرايه للماتش وهو بيجرى ولا تحضيرات؟ يعني احنا بنبقى نازلين بخطه مجهزين هنعمل ايه مين هيلعب فين هنهاجم باثنين ولا بثلاثه يعني الامور هتبقى ماشيه ازاي. نيجي نلاقي المباراه حصل فيها تويستنج او حصل فيها نوع من انواع اللف هل قراءه المباراه على الارض بتفرق من مدير فني لمدير فني وقدرته على السيطره على الامور مع اللي بيحصل على الارض هو ده اللي ممكن نقدر نطلع منه بالفوز وبالنجاح؟ بص يا من المدير الفني ولا عمره هيحرز هدف ولا عمره هيصد هدف. المدير الفني دوره ان هو يدرس المنافس ويحط التشكيل والتكتك المناسبين لامكانيات اللعيبه اللي تحت ايده. اوكي. وخلي بالك ان احنا بنتكلم هنا على دور مدرب منتخب وليس مدير فني لنادي. الناقد الرياضي كريم سعيد اكيد هتكون موجود معانا على مدار الايام الجايه واكيد هنحتاج مزيد من التوضيح منك. كل الشكر ليك الناقد الرياضي كريم سعيد. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نروح بقى لمحافظه الاقصر مع زميلتنا جيهان عبد الدايم مراسله صباح الخير يا مصر نتابع فيها فعاليات المؤتمر السنوي الاول لتنميه السياحه العلاجيه في الاقصر. صباح الخير عليك يا جيهان. صباح الخير بسنت، صباح الخير احمد، صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. النهارده بنكلمكم من محافظه الاقصر وفي اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الاول الخاص بتنميه السياحه العلاجيه واللي بيتم بالتعاون بين هيئه الرعايه الصحيه والوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه بوزاره الخارجيه. النهارده بنتكلم على فعاليات تمت على مدار امس بحضور 25 سفير من الدول الإفريقية لمناقشة عدد من الأبحاث والموضوعات الهامة الخاصة بنقل التجارب المصرية لمختلف الدول الإفريقية. امبارح كان في مناقشات بحضور رئيس الهيئة دكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وأيضا السفير محمد خليل من وزارة الخارجية ويمكن تم بحث إزاي سيتم التعاون بين من خلال هذا البروتوكول
تدخل بين هيئة الرعاية وبين أيضا وزارة الخارجية عن سبل التعاون لدعم النظم الصحية بمختلف الدول الإفريقية. ويمكن ده كان جاي نتيجة التوصية اللي تم مؤخرا في منتدى شباب اللي تم منذ أيام يعني 2022، وكان هناك توصية بدعم النظم الصحية الطبية الإفريقية بكافة الطرق. ويمكن ده خلى أن مصر مستعدة لتنفيذ ذلك من خلال كوادر طبية مجهزة. تم مناقشة العديد من الأبحاث منذ أمس خاصة بإزاي سيتم تفعيل هذه الكوادر ونقل هذه الخبرات إلى إفريقيا. وأيضا كان في جولة من السفراء الأفارقة لعدد من المنشآت الطبية الموجودة في محافظة الأقصر وتحديدا مستشفى إزيس وأيضا مستشفى الكرنك، وقاموا بتفقد الأجهزة الطبية وكيفية رعاية المرضى هناك. وتم افتتاح وحدة طب جنين اللي هي كان يمكن دي وحدة جديدة ستشمل رعاية الجنين منذ يعني في بطن أمه بشكل كامل. بنتكلم على وحدة بتتم يمكن لأول مرة افتتاحها هنا في الأقصر، وأشادوا بيها كل من يعني حضر وشاف إزاي طريقة العمل بتتم في هذه الوحدة. وده كان من خلال أيضا مبادرة تم إعادة إطلاقها امبارح وهي رحلة حامل. يمكن كان في انطباع جيد جدا من السفراء الأفارقة بالإنجاز الطبي، واستمعوا ليه شرح من رئيس هيئة الرعاية الصحية وأيضا رئيس اعتماد ورقابة الجودة امبارح على كيفية العمل بالنظم الصحية داخل جمهورية مصر العربية. كان في شق آخر أيضا تم مناقشته، وهو كيفية تهيئة الأماكن السياحية اللي هيتم فيها سواء الاستشفاء أو التواجد فيها من خلال الأطباء أو المرضى اللي ممكن يكونوا موجودين هنا في مصر ويكون بيتم لهم إجراء بعض العمليات أو في مرحلة استشفاء أو نقاها ما بعد العملية. ده كان أيضا من خلال أوضح لنا رئيس هيئة الرعاية بروتوكول أيضا تعاون مع وزارة السياحة لتنفيذ ذلك، لأن مصر غنية طبعا بأماكنها السياحية الخلابة اللي هتساعد على أيضا أن يكون هناك سياحة جيدة لمن يأتون سواء لإجراء عمليات طبية أو للسياحة بشكل عام. النهاردة بنتكلم على مؤتمر يعني بوادره كانت جيدة جدا وبيستمر حتى غدا. بيستمر معانا حتى غدا، فبنستمر معاكم في تغطياتنا المستمرة وأيضا على وجود هذا الانطباع الجيد من قبل السفراء الأفارقة. وحنتابع معاكم مشاهدينا دايما كل ما هو جديد. وعودة مرة أخرى إلى الأستوديو. شكرا جيهان عبد الدايم مراسلة صباح الخير في الأقصر، ويعني كل الشكر ليكي بصراحة من الناس الدؤوبة والمتفانية دايما في عملها. والمؤتمر اللي بيعقد في الأقصر ده من المؤتمرات الهامة تحديدا لوجود زي ما قلتي عدد من يعني الوافدين من الدول الأجنبية، لأن ده بينقل رسالة إيجابية لصورة مصر في الخارج. تحيي أحمد، ودلوقتي تكون خلصت حلقتنا، لكن خلونا في الأول طبعا مرة تانية بنشكر يعني جميع ضباطنا من وزارة الداخلية، يعني الشهداء منهم أكيد وأسرهم، وبنشكر الضباط الموجودين النهاردة معانا في الأرض اللي بيحمونا. مش بس ضباط يا بسنت، يعني ضباط ويعني جنود كمان، يعني كل العاملين في وزارة الداخلية ليها مجهود كبير بيقوموا به، وهم سبب أساسي وركيزة أساسية من ركائز الأمن والأمان، هي بتضحيات رجال الجيش والشرطة. احنا حاولنا النهاردة يعني نبدي كده ولو حاجة بسيطة من العرفان والامتنان ليكم. كل الشكر ليكم على مجهوداتكم معانا. كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.